تحديث جديد على برنامج فيلمورا 13 وبيجيب لك ذكاء صناعي بيقدر ينسخ صوتك بأي لغة انت عايزها. يعني حرفيا الموضوع جامد جدا يا جماعة، لسه مجربه حالا والموضوع خرافي. ده صوتي يا جماعة، ده صوتي وانا بقول شعر من شكسبير، اللي هو يا لهوي يا لهوي، البتاع جامد. تعال اوريك ازاي نستخدمه في حرفيا في دقائق، من مجرد انك انت تقرأ جملة هبلة عن ارنب وقع في بحيرة من اسد وحاجة كده هوت، فقال من دقيقة تقدر تنسخ صوتك لاي لغة حرفيا. فتعال اوريك ازاي. بس قبل ما ندخل في الفيديو، انت لو حابب تعلم اي حاجه تخص برنامج فيلمورا، ففيلمورا مش حرمك من اي حاجه. عندك حاجه اسمها فيلمورا كرييتور هاب، ده منصه جوه برنامج فيلمورا ذات نفسه، فيها كل انواع الشروحات اللي تخطر على بالك. واول ما تفتح برنامج فيلمورا هتلاقي تحت هنا كلمه فيلمورا كرييتور هاب، عندك في الهوم كل الشروحات المشهوره او الترند اللي انت ممكن تستخدمها. بعد كده عندك توتوريالز، والتوتوريالز ديت متقسمه لكذا حاجه، بطبيعتها متقسمه على الترندنج اللي هو طالع ترند والحاجات المشهوره في الاول، ولكن ممكن تقسمها بالموبايل، بالكمبيوتر، بصناع المحتوى ذات نفسهم. يعني انت ممكن تلاقيني اصلا على المنصة دي، او تلاقي صناع محتوى تانيين وتبحث بصانع المحتوى ذات نفسه، او بالقنوات اللي منزلها شروحات عن برنامج فيلمورا. وعندك حاجة كمان اسمها اكتيفيتيز، والاكتيفيتيز ديت او النشاطات بيبقى فيها عروض وخصومات كتيرة جدا على حاجات كتيرة خاصة بفيلمورا، اذا كان البرنامج ذات نفسه، زي لو انت استخدمت الرابط بتاعي في صندوق الوصف بتاخد خصم كبير جدا على البرنامج مدى الحياة كمان مش السنوي. شوف كرييتور هاب، لان كرييتور هاب عليه حاجات كتيرة جدا واغلبه اصلا بالمجان من شروحات وفيديوهات تعليمية. يلا بينا على الفيديو بقى. اول حاجة عشان تشغل النسخ الصوت ده، انك عايز تكست تعملها اي تكست، تعمل اي تكست ايا كانت، سادة فاضية ايا كان، اي حاجة مش فارقة اعملها. وبعد كده تيجي عن تكست تو سبيتش، تضغط هنا وهتلاقي انا عملت واحد اصلا باسمي طبعا، هتيجي عند start cloning your voice. اول لما انت بتضغط هنا هيقول لك اقرا دول، بس هو قبل ده بالظبط بيبقى جايب لك ان هو تصريح انك بيقول لك اي ذا كرييتور مش عارف ايه، انك بتوافق من الاخر ان الصوت بتاعك يتم استخدامه في الاستنساخ، عشان هما بيستخدموا دوت ان هما يحسنوا الصوت، لكن مش هيستخدموا صوتك انت ذات نفسه، وصوتك بيبقى ليك انت لوحدك يعني، فاهم؟ بعد كده بتقرا الجمله الطويله دي، بتاخد اقل من دقيقه اصلا او دقيقه بالظبط، وبعد كده بيقعد 5 دقائق كده، 10 دقائق بالكتير قوي، 5 دقائق تقريبا اللي قعد معايا، وبيجي عندك الصوت بتاعك جاهز. تعال نسمع كده الصوت بتاعي. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. لا الصوت جامد، ده صوتي، ده حرفيا صوتي، تمام. بعد كده برضه عشان اتاكد اكتر، ف حطيت اللي هو الجمله بتاعه شكسبير، اخدتها من على جوجل كوبي بيست، وهي دي الجمله. طبعا انت مش محتاجها كده كده تبقى ظاهره، انت بعد ما بتعملها وبتعمل الجمله خلاص او تكتبها يعني، فبتبقى ظاهره عندك. ازاي بقى تستخدم الجمله دي؟ بتيجي هنا وتكتب الجمله اللي انت عايزها. بعد كده بعد ما تكتب الجمله اللي انت عايزها، بتيجي عند كرييت ناو، بيجيب لك الكلام ده، المفروض بيظهر لك حاجه بيعمل سكاننج وبروسيسنج والكلام دوت. بعد كده بتيجي عند قائمه تكست تو سبيتش، بيقعد شويه وقت وخلاص، وبعد ما بيخلص خالص بيجيب لك الاي اي كريدت بقالك قد ايه وبس، وبيعمل لك داونلودنج زي ما انت شايف بالشكل ده وخلاص. انا عامه كده كده عاملها فمش فارقه معايا، فتعال نشغل كده ونسمع مع بعض. Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid painted blind. لا ده جامد جدا، ده بيحسسني اكني شخصيه في اللي هو هيو دوت، اللي هو في لعبه لول او ليج اوف ليجند. الصراحه جامد جدا، ممكن تستخدمها في انك انت تحط تعمل فيديوهات ذكاء اصطناعي، اللي هو الفيديوهات الشورتس وكلام من ده، او شرح من غير لما تبقى ظاهر قدام الكاميرا ومش محتاج مايك اساسا، وده اللي انا هعمله بنسبه كبيره جدا في شويه ريلز انزلها على انستجرام. وبصراحه الموضوع جامد وحلو الصراحه، فاستخدموا الموضوع ده، الموضوع ده بصراحه حلو قوي، وبيديك 100 كريدت بالمجان، واول استخدام ليك بيبقى بالمجان كمان، والكريدت انت بتستخدم حوالي 10 كريدت تقريبا في الفيديو، تقدر تعمل 10 فيديوهات، فالموضوع حلو جدا يعني، او 10 كريدت في الفيديو الواحد، فالموضوع حلو جامد جدا. وتقريبا شهريا برضو بيديك كريدت، كل شهر اصلا بيديك كريدت، فالموضوع حلو، استخدموه يا جماعه وحلو جدا، وانصحك حتى تجربه حتى لو ما عندكش كريدت، هو بيديك كده كده بالمجان، استخدموه واستخدموا صوتكم، الصوت تحفه وحقيقي وواقعي جدا، ونفس الصوت بتاعك.
بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، وتأكد انك تحمل برنامج وندر شير في المورة من الرابط اللي في صندوق الوصف، تقدر تحمله بالمجان. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.